حضن للنادي الأهلي، أنا عايز أقول نقطة مهمة بقى. الأهلوية مش بس في مصر، الأهلوية في كل مكان في الوطن العربي وفي العالم. عشان كده كنت دايما بقول إن عائلة الأهلي هي العيلة الكبيرة اللي بتضمنا كلنا، والحب والدعم اللي شفته من محب الأهلي خارج مصر لا يقل أبدا عن الحب والدعم اللي شفته داخل مصر، بالذات من الأشقاء في السعودية والإمارات. الحب ده لمصر وللنادي الأهلي قبل ما يكون لشخص محمود الخطيب. عايز أحكي لكم قصة. أنا لما أعلنت عن ترشحي لرئاسة الأهلي من 4 شهور جالي اتصال من الأستاذ تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم ورئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، وسألني عايز ايه؟ أنا جاهز. ده بالظبط كان النص. والراجل مشكورا بدأ من ساعتها في رحلة المساعدة في حلم الأهلوية الأكبر استاد الأهلي، وبادر بتجميع مجموعة من المحبين والمستثمرين بجهد شخصي منه، وقاموا بتمويل دراسة المشروع بالكامل، وتم عرض المشروع. عايز بقى حضرتك تقول اخويا ابا اوضح شيء اذا سمحت لي بس كابتن. المستثمرين يمكن كثير يسالوا، فهم مستثمرين سعوديين واماراتيين ومصريين، فحبيت اوضح هذه مجموعه من المستثمرين. عموما بصراحة أنا سعيد الحقيقة على أتعرف على شخصية محبة وداعمة للنادي الأهلي زي الأستاذ تركي آل الشيخ، اللي بيمثل امتداد لمحب النادي الأهلي من أشقائنا في السعودية على مدى السنين. الأستاذ تركي آل الشيخ بيفكرنا في الحقيقة بالأمير عبد الله الفيصل رحمة الله عليه. الرجل يعني الحقيقة اللي كان محب جدا وداعم جدا للنادي الأهلي لأقصى حد، وقرر وقتها مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن صالح سليم إنه يعلن عن تنصيب سمو الأمير عبد الله الفيصل رئيسا شرفيا للنادي الأهلي. والنهارده الأستاذ تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم ورئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي بيقوم بمبادرة عظيمة وتاريخية من خلال مجموعة من المستثمرين زي ما قال أخونا ركان، سعوديين إماراتيين مصريين، لدعم تنفيذ برنامج عائلة الأهلي، دعم تنفيذ البرنامج، ودعم تحقيق حلم الأهلوية اللي هو مشروع القرن للنادي الأهلي، استاد النادي الأهلي ومشروعه الاستثماري. عشان كده الحقيقة يمكن بعد عن قرار مجلس الإدارة بالإجماع بتنصيب الأستاذ تركي آل الشيخ رئيسا شرفيا للنادي الأهلي.